اكيد هنتكلم على هالاند، يعني بنتكلم على هالاند انه كل الناس بتتكلم. يمكن في اول مباراه مشاركه مع المان سيتي كان مع حرص هدف امام ليفربول في الدرع الخيريه، ولكن عدد الاهداف وطريقه تهديفه كمان خلت الناس تتكلم ان هالاند هيكسر ارقام ميسي ورونالدو، هيكسر كل الارقام القياسيه على مستوى البريمير ليج. هل انت شايف ان ده ممكن يسبب مشكله زي لهاري كين، لمحمد صلاح، لسون؟ هيكون المنافسه على الحذاء الذهبي للهداف للبريمير ليج السنه دي محسومه اوريدي من دلوقتي لهالاند بنسبه كبيره يا كابتن، بنسبه كبيره. خلاص هالاند 11 هدف حاليا، اقرب لاعب ليه اعتقد لاعب فولهام او ولفرهامبتون، 6 اهداف تقريبا، فرق كبير برضو بينهم. تهديد جدول الهدافين في الدوري الانجليزي بيقول ان هالاند بيبتعد 2 هاتريك يا كابتن بعد 8 جولات، ده شيء برضو مش سهل للعيب لاول مره بيلعب في الدوري الانجليزي. صحيح. اللي بيتابع هالاند يا كابتن بيحس انه متمرس على اجواء البريمير ليج، ومتعود على يلعب الدوري الانجليزي، ومتعود على المنافسين والفرق. اهداف باستمرار بيجيبها، حتى الهدف الغريب جدا اللي جابه في دوري ابطال اوروبا، يعني هو حتى الان محرز 11 هدف دوري انجليزي وثلاث اهداف في دوري ابطال اوروبا، 14 هدف مع الفرقه في بالظبط حاليا 10 ماتشات، 10 مباريات، 2 في دوري الابطال و8 في الدوري الانجليزي، احرز خلالهم 14 هدف، لعيب بيسير بصوره قويه جدا. في تقارير النهارده يا كابتن بتقول ان في توقعات، يعني بيجيبوا حراك زي خبراء ومحللين سكاي والحاجات دي بره، بيقول لك ان من المتوقع لو صار على نفس المعدل انه ينهي الموسم بكام هدف؟ 99 هدف. وكمان على مستوى يعني بعض النقاد هقراها لحضراتكم بالظبط، يقول لك هالاند سجل هدفه رقم 100 في اخر 99 مباراه منذ رحيله عن طبعا سالزبورج النمساوي، بيرفع رصيده ل 149 هدف في 192 مباراه في مسيرته مع الانديه، ده رقم كبير جدا. هالاند سجل 86 هدف في 89 مباراه، ده مع فريق بروسيا دورتموند، وسجل 14 هدف في 10 مباريات بقميص المان سيتي. وسؤال ما بين قوسين، هل يصبح هالاند الهداف التاريخي لكرة القدم؟ أعتقد بهذا المعدل إيهاب ممكن جدا يكسر أرقام كبيرة زي رونالدو وميسي، خاصة لو نظرنا لسنه يا كابتن، لعيب صغير جدا في السن، صار على المعدل ده، الإصابات بعدت عنه طبعا، قافة اللاعبين يعني هيفرق جامد جدا، خاصة في ظل الإمكانيات الفنية والبدنية الكبيرة. لاعب عنده إمكانيات فنية، دايما كان بيقابلنا كتير بره وحضرتك متابع، ده لعيب فنان ولعيب موهوب ولعيب بيعرف يسجل أجوان، وبنية جسدية ضعيفة جدا وده بيأثر عليه، والعكس كان يقابلنا لعيب قوي ينقصه شوية مهارات إنما هالاند لاعب متكامل، وهو ده اللي بينبئ إنه ممكن يحطم كل الأرقام خلال الفترة الجاية.